خلني اقول لك شيء. اسمعني اسمعني خلني اقول لك شيء. اسمعني مهما كانت الظروف مهما كانت الاسباب اذا خويي في خطر ما راح اخليه، ولكن اذا خويي طعني تالله اللي عدمه فيني. ورا 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 عند البيت. والله انت اللي طعنتني. ذابح شخص قريب مني وانت عارف انه قريب. وانت تعرف معدم شخص قريب مني ما تعرف. وانت تعرف المهمه اللي احنا فيها. وضحت لي انك تبغى تكون معايا، ولكن الان تبغى تخذرني على اقرب كف من عناب تبغى تخذرني. ما غدرت. انا قلت لك انا بتاكد من الموضوع لين اعطيه الكلمه. اسمع، قول انه يطعن بظهري والله لا انت ولا عشت من امثالك.